أميرة، أميرة القمر، عايزة تعملي إيه يا أميرة النهاردة؟ أنا عايزة أعمل بوكا خليجي. تمام، معلش الأيام دي بقت تطلب خليجي كتير ليه؟ مش عارفة، مش عايزة كشميرات خالص، مش عايزة بقى بنكات الألوان هنا في النود بقى وجليتر و ده أنت عايزة روقان ودلع وحاجة إيه عظمة. وعايزة أفتح درجة عن درجتي، درجة واحدة بس، درجتين. لا لا لا، درجة واحدة تبقى أجمل عليك. طيب تمام، احنا لوننا أصلا قمر، بنتمنى العرايس كلها الجنة تبقى خمرية كده وقمرات كده يعني. بس انت شايفة انا كده كده واثقة فيك، كده كده ان شاء الله تطلعي قمر يعني. أهم حاجة بس اللغد ده أنا عايزة أنسفه. ماشي كده دخلنا، عايزة أنسفه كده، احنا دخلنا في عمليات تجميل كده بره الباكج خالص. المناخير عايزاها برضه منمنمة، من منمنمة ما شاء الله يعني، اكتر من كده يعني مش اللي هو تصغر شويه، لا منمنمة. بس اقول لك على حاجه، انا لما بضحك بتفتح كريب كده شغله، انا مش عايز تبقى بصوا يا جماعه احنا خلاص احنا هنوقف الفيديو، مش ينفع نسالها لان هي طموحاتها مش في الميك اب خالص، انا عايزه تجميل، هي طموحاتها تقريبا جات لدكتور التجميل مش ميك اب ارتست، فاحنا هنوقف كده الطلبات. انا عارفه قدها، انا متاكده حبيبتي ان شاء الله تطلعي زي القمر. استنونا بلوك حلو بقى ان شاء الله كده معاها، وما نشوف بقى هنعمل في التجميل ده، عشان مش عارفه بصراحه، انا خايفه بس هحاول يعني. يا لهوي ايه ده؟ ايه القمر ده؟ ده مش انا. ده مفيش احلى من كده، ايه ده؟ ايه ده بجد حلو قوي. عروسه يا جماعه، عروسه والله. لا انا هعيط كده بجد. لا احنا اتفقنا. حوار رايك في الرسمه؟ فظيعه، كل حاجه فظيعه جدا جدا جدا، الالوان احلى من اللي انا كنت عايزاه. لا انت عديتي توقعاتي والله، كل حاجه احلى من اللي كنت عايزاها، وحواجبي وفوق عيني والروز وكل حاجه. بس انا سايباكي تتفرجي براحتك، احنا كل ده اللوك مش ظاهر قوي للناس، بس سايباكي تتفرجي براحتك. لا 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 لا، ده قمر قوي، كل حاجه قمر بجد، تسلم ايدك.